ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق الحدودية في الجنوب أديا إلى نفوق آلاف طيور الدجاج في منطقتي حصبية ومرجعيون، حيث المكيفات والأجهزة الخاصة بالتبريد والمياه الرشاشة لم تؤدي عملها من جراء موجة الحر. في إحدى المزارع قرب بلدة الخيام في قضاء مرجعيون تبدو المشكلة إلى تفاقم مع توقع النفوق ما تبقى من طيور. الحر ما قدر الدجاج يتحمل لأنه الدجاج صار عمره 40 يوم على أساس مبارح أول مبارح نبلش نبيعه، تجار على محلات بعيدة ما بياخذوه لأنه بيموت معنا على الطريق، فاضطرينا نعالج نحن قد ما فينا نهدي الوضع نمشي الحال. ما مشي الحال، مبارح كانت الضرب القاضي من مبارح العصر واليوم كفى الموضوع مثل ما هناك شيء. هاي المزرعة بتساع 10,000 طير من مبارح بعد الظهر لهلأ، ضل يمكن منا شيء 300 طير أو 400 طير محطوطين على جنب هونيك، وبرضو لحقن الشوب يعني رح يموتوا مثلن مثل الرفاق. هلأ الخسائر كبيرة، إذا بدنا نحكي بالخسائر هودي 10,000 فروج يعني معدل بين 40,000 و50,000 دولار. ويخشى عباس أن يتأزم الوضع مع انتشار الروائح وما قد ينتج عنها من أمراض، خصوصا أنه لا يمكن رميها عشوائياً.